دون زوزو. اللعبة اللعبة مش كثيرة، اللعبة صعبة كثير. كمان اوكي عمدان، اوكي انا بستقيل. عمي مش شيخ ولا اشي، عمي طلعني هورطة يا زلمة، عمي طلعني هورطة. اخو ما راح اكون استعمل الاوفهل، لانه هذا كله ما يكبوا على زبالة، انه هذا علاش بدون كبوا على زبالة هذا. خلص ما عاد اقدر، خلص اللي ما عاد اقدر، خلص ما عاد اقدر، خلص بدي اطلع من هون، خلص انا طالع من هون حالا، اطلع من هون حالا. عاوزين شي كمان، هي رح تصير هذا الطريق هيك تفوز هسه البطارية، رح تصير علينا هذا إذا كان بطارية هذا يعني مو لأنه هو لأنه فأنا أتمكن من هذا الشيء. خلاص بطاريتي خلاص شكلها فضت، بطارية اللي 2% متوقعي، بس لا بس اني احنا اوفر خلاص فقط، نحن عنا 2% وتبقي تبقي بالضبط. ما اوفر اللي ما اللي ما عاد اقدر، اللي ما عاد اقدر، ما عاد اقدر خلاص، ما عاد احمد خلاص راح اقوم اني خلاص نفسي تدمرت يا جماعة. قال لي 100 عمر تام، استنى استنى شوية مو هيك، هيك النظام، هيك النظام لينوفو، هيك النظام لينوفو، بس ابديتات بس ايو بس عندنا 100 فقط اخر شحن. يعني هم تقتل هذا فيني، هذا شهوة عمية، يعني هذه فرصة أخيرة، يعني هذه يعني هذا في يعني هذا فرصة أخيرة، فرصة أخيرة هذا، هاي آخر فرصة هنيت فيها الصوت.
حفظ اخير حميد في هسه. بس فقدت واحد مني متوقع خلاص رح ينفذ، خلاص اظن بطريقة نفذ رح ينفذ بطريقتي خلاص. دون ابدان سيسي تجاوزت الحد، تجاوزت الحد. خلاص انا ما عاد اقدر، خلاص خلاص نفسي تدمرت. خلاص انا اوفر، خلاص هذا اوفر. بس انا واحد مني متبقي بس. وداعا يعني، وداعا هذا النفو هل ممكن تبقى محفوظ عقل ما خلص منه؟ خلص منه. هل ممكن تعطي حدا عن قلبي ويروح ميكا؟ وصل والله التسعينات. هل ممكن تعطي حدا عن قلبي ويروح ميكا؟ حميد في لسه ما طفى؟ بطريقة يعني أنا سامع بطريقتي يعني أبدان شيوسي. ما طفلني معنا بتش. أوكي نقص لي واحدة، أظن نقص لي واحدة. انتبه على هذا الشيء. إذا كان مو مرتان الله يزيدك استنقع بعد، راح يستنقع بعد الوقت. خمس دقايق ميت في الصف.
هاي حميد في قصة واحد ما راح تقول واحد مني حميد في قصة جاس بطريتي يا حميد في اوكي ما عندي يعني جاس حكي مع معني يلا انا مستعد يلا واحد اثنان نعم لأنه هو السيجنتشر للذكريات واحد اثنان ثلاثة أوكي من 10 سوري 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا Alright, this is not gonna work. Alright, maybe try something else. Idea, which is turning your wooden or plastic seat into a heated seat so your fragile buttocks can rest in peace. All we need is a heating element, which I'll extract from this broken hairdryer as these wires. So here we are, I hot glued these. Wires to my seat with their end connected to a cable where I can just plug into the wall. Okay, there we are. Where the f is it? The whole seat is melted. Oh, Inside, mounting a heating element with hot glue is a pretty dumb idea because the glue can melt and stick somewhere else. And also, evidently, sitting on super hot live wires is a terrible, terrible idea, as my butt can confirm. Where are you? But we shall not be discouraged. There are other heating elements we could use, like the electric oven heating element that we can unplug.
plug easily. The good thing about these is that the live wires are hidden inside the element, so you won't get shocked if you touch them. Also, in North America, they run on over 200 volt AC, so if I run it on 120 volt, I should avoid superheating it. So, connecting it to power, you won't get a shock, although it's drawing around 6 amps. Now, I don't know what metal it's made of, I'm guessing iron, but it's hardly conductive, so it's safe to touch. Ow! Of course, getting shocked is not the only concern. Obviously, this thing is a heating element and can get very hot even if I run it on 120 volt AC. And it's pretty uncomfortable to sit on anyway, so I went and bought some other heating elements. This one is pretty small, maybe you can use it to heat a baby, or as intended, electric charcoal starter. Don't use it on babies, you idiots! But this one is pretty nice and fits my seat well and is made for 240 volt 3000 watts, which is very similar to my oven element. I will be running it on 120 volt AC, which means 4 times less power or 750 watts. It can. Time out. شو رح يصير طيب؟ Let's go time out. Mira, shut down. من واحدة ثلاثة ثانية حمود فيه Let
تتعدد على الحساسية تخطف أحلامك. كلاريتين راحة لمدة 24 ساعة مرة في اليوم لا يسبب النعاس. كلاريتين هي فرصة. ابدا لا يا اخي مدوق. But I'm not worried about that. بدك مع زبالة؟ لا بديش احكي مع زبالة. تجوزت الحد.